يقول السائل إن أمه نصرانية، يقول قلت لها إن الله لن يجعل المؤمن الذي يعمل الصالحات كالكافر الذي يعمل السوء، لن يجعلهما سواء في الآخرة لأنه حكيم عليم. فقالت لي أمي هذا ظنك، ولكن أظن أنا أن الله أرحم من ذاك، فما الجواب عن قولها؟ الله لا يرحم الكافر، الله يرحم الراحمين، ولكن لا تنال رحمته الكفار يوم القيامة. هم يرحمهم في الدنيا ويرزقهم ويعطيهم، لكن في الآخرة لا، الرحمة للمؤمنين خاصة. نعم.